الله سبحانه وتعالى لابد أن يوصف بصفات الكمال. الله تعالى 有完美的品性. وينزه الله عن كل صفة عيب ونقص. الله 有完美的品性, 没有任何缺陷. لأنه هو الرب. 因为他是真主. ولا يمكن أن يعبد إلا كامل الصفات. 真主是应受崇拜的, 是具有完美品性的. لا يمكن أن يكون الخالق الكامل مماثل المخلوق الناقص. الله تعالى 有具有完美品性和任何被造物的品性不能比拟. لابد أن نثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه في القرآن وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم في السنة من الأسماء والصفات. 我们归信安拉的尊名与品性，归信安拉在古兰经当中所讲述的以及使者所告诉我们的。 مع هذا الإثبات لابد أن ننزه الله عن مماثلة الخلق. 我们在肯定经训告诉我们的安拉的尊名与品性的同时，不给安拉设立任何比拟。 نقول آمنا صدقنا سلمنا. 我们说我们归信了，我们完全归信，我们心平气和的完全归信。 لا أقول كيف. 我们不说到底怎么样，到底怎么样。 لا أسأل. 我们不要去问任何。 هذا خالق له صفات تليق به سبحانه وتعالى. 安拉是创造者，有适合安拉的完美的品性。 صفات كاملة. 完美的，毫无缺陷的品性。 وهذا مخلوق. 任何被造物。 له صفات تليق به وفيها نقص. 有适合于被造物的品性。 لا يمكن أن يكون الخالق كالمخلوق. 被造物的品性是都有缺陷的，和创造者完美的品性是不可比拟的。 أنا أؤمن أصدق أسلم. 我们归信了，我们完全归信，我们心平气和的完全归信。 الله سبحانه وتعالى رحمن حي قيوم كل الأسماء والصفات أثبتها لله. 安拉是恒慈的、博慈的、永生的、永恒的，这都是安拉的尊名。نعم.